الآن في هذه اللحظات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يصل إلى أرض مطار قاعدة الصخير اللي يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية 37، وفي استقباله صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. نعم، إنه ترابط واللحمة والأخوة في هذه اللحظات، قمة يرتقبها الجميع وقمة مرتقبة من كل الشعوب الخليجية وأيضا العالم لطرح عدد من الملفات. هذا هو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى مرحبا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المنامة، بل في مملكة البحرين. وكما ذكرنا، تستضيف مملكة البحرين الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تناقش القمة الخليجية عددا من الملفات، منها ملف الاتحاد الخليجي، بالإضافة إلى تقارير وبرامج هادفة تسعى إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي لعدد من الأزمات في المنطقة، وكذلك التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتطورات الأزمة السورية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يتجاذب أطراف الحديث مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، ويحضر حفظه الله هذه القمة ليرأس وفد المملكة في قمة الخليجية 37. أولويات مطروحة على طاولة البحث أمام قادة مجلس التعاون في المرحلة الحالية: عمق علاقات خليجية، ولعل أيضا يشاركني الدكتور علي أبو خمسين في مسألة عمق العلاقات الأخوية الخليجية لقادة دول مجلس التعاون. وفي كما نرى في هذه اللحظات وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وفي مقدمة مستقبليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، أثر هذا العمق الأخوي على تحقيق طموح الشعوب الخليجية لعدد من الرؤى والأهداف المرجوة من هذه القمة. بالفعل أنه أن المرتقب من هذه القمة بتفعيل قرارات التعاون الصادرة سابقا في جلسات القمم السابقة، من المرتقب أن تفرز هذه القمة مخرجات ستكون لها تأثير مباشر يعمق روح الحقيقة التعاون والاندماج. نحن بصدد مشروع اتحاد بدل أن يكون مشروع تعاون، بالتالي من المرتقب أنه عبر آليات اقتصادية ستقر في هذه القمة، من المتوقع أن يتقدم هذا التعاون بخطوة للأمام لينطلق بشكل اتحاد خليجي بدل أن يكون مجرد تعاون خليجي. طبعا كمنجزات تاريخية، هذا التعاون أنجز عبر ثلاث مراحل تاريخية قفزات نوعية تجسدت أولا في إطلاق اتفاقية اقتصادية عام 1981، ثم انتقلت لكي تقر كاتفاق اتحاد جمركي عام 2001، ثم انتقلت لكي تفرز هذه القمم الخليجية مفهوم المواطنة الاقتصادية في عام 2010 لتتوج بأهم إنجاز تاريخي في القطاع الاقتصادي يتمثل بإقرار العملة الخليجية الموحدة. والحقيقة مع أنه هذا المشروع تعرقل بسبب إشكالات فنية، إلا أنه من المتوقع أنه في هذه القمة يتجاوز أصلا تجاوزه هذه الإشكالات وتم الاتفاق على حله، ولكن من المتوقع أن يطلق ربما موعد تاريخي كجدول زمني معين لتطبيق مفهوم العملة الموحدة. قبل قليل أيضا دكتور كنا نتحدث عن الثقل الاقتصادي وما تمثله دول الخليج من تجاوز 62% تقريبا. نعم كما ذكرت. نعم في 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 حجم إنتاج أوبك. نعم. طبعا كرقم هذا يمثل معيار من النوع الثقيل جدا في تقييم وقياس أهمية
دول الخليج الاستراتيجية على الساحة الاقتصادية العالمية. نعم. من جانب آخر لكي نترجم هذا الرقم برقم آخر أكثر ملامسة للحياة اليومية، إجمالي الناتج الوطني لدول الخليج هو عبارة عن 1685 مليار دولار. نحن بصدد الحديث عن تريليون بوينت 6.8 دولار. هذا رقم كبير جدا في الاقتصاد العالمي. تتمثل هذا الرقم بأنه دول مجموعة دول الخليج أخذت المرتبة الخامسة عالميا كحجم التجارة الخارجية بمجموع الصادرات والواردات، حيث أنه هذه الدول كانت مجموع صادرات عام 2013 مليار و 31 مليون مليار و 31 مليون دولار، ليصل في عام 2014 إلى مليار و 635 مليون دولار. نعم. بالتالي هناك قفزات رقمية في إجمالي التجارة الخارجية. هذا يعبر عن مدى العمق الاستراتيجي لدول الخليج في حال اتحادها بتشكيلها سوق خليجية مشتركة. جي. وتفعيل مفاهيم هذه السوق الخليجية بإطلاق الإنجاز الأكبر والثمرة الأهم متمثلة في العملة الخليجية الموحدة إن شاء الله. جيد، أعود لك دكتور علي، لكن أيضا أنتقل لضيفي من المنامة الكاتب الصحفي سيد صلاح. سيد صلاح، نتحدث عن هذه القمة الخليجية في ظل هذه الظروف الراهنة، العديد من الملفات تطرقنا لها قبل قليل على مستوى الأزمة اليمنية السورية، لكن أيضا هناك يعني تحديات تحيط بالمنطقة، وأيضا تثبيت الأمن الخليجي والنهوض باقتصاد المجموعة الخليجية ومواجهة الأطماع الإقليمية وأيضا تدعيم الجبهة الداخلية. كيف أيضا تعلقون على هذه الملفات؟ يعني من يتابع مسيرة دول مجلس التعاون خلال 35 السنة الماضية يجد أن دول المنطقة يعني قطعت شوط كبير في سبيل التعاون والاتحاد، وأنا أعتقد أن هناك صور جميلة إيجابية في هذا العمل الخليجي الموحد. يعني إذا كان على مستوى القيادات، نجد أن القيادة الخليجية بينها اجتماعات دورية سنوية لمعالجة كل القضايا الخليجية المطروحة، ولربما قمة المنام هذه الأيام هي إحدى هذه الصور الإيجابية الجميلة. إن أخذنا على الجانب الدفاعي، نجد أن هناك درع الجزيرة بعد هو كذلك يأتي للدفاع عن مكتسبات دول مجلس التعاون. الجانب الأمني والشرطي، وجدنا قبل أيام لربما أقيمت تمارين أمن الخليج العربي رقم واحد في مملكة البحرين. هذا جوانب الثاني، أن هناك تعاون على في الصناعات، هناك تعاون على الجانب الجمركي، صور كبيرة لربما تتحدث عن اتحاد ولا تتحدث فقط عن تعاون، ولكن ما يعني لمواجهة هذه الأخطار المحيطة، ولربما أبرزها التدخل الإيراني في المنطقة ودعم الجماعات العربية، يجب أن يكون هناك قرار سياسي موحد بين دول مجلس التعاون، لأن الخطر يأتي على دول مجلس التعاون جميعا وليس على دولة دون أخرى. ولتعزيز الجبهة الداخلية يجب أن يكون هناك خطاب إعلامي موحد موجه لكل شعوب دول مجلس التعاون من الشمال إلى الجنوب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. كل هذه الدول هي اليوم كتلة واحدة. أنا أعتقد أن اليوم تطلعات شعوب دول مجلس التعاون أن يكون هناك اتحاد خليجي على المستوى الشعبي، أن يكون هناك شعور أن هناك اتحاد حقيقي تطمع فيه كل شعوب دول مجلس التعاون. أنا أعتقد هذه الصور لربما هي الأبرز في 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 مجلس التعاون أو في في هذه القمة. لربما هناك مؤشرات مثل ما يتحدث اليوم الشارع، يتحدث اليوم عن توحيد العملة الخليجية. نعم. وهذه لربما هي جزء من شعور أو تمنيات وتطلعات دول مجلس التعاون في سبيل الاتحاد الشامل لدول مجلس التعاون. لكن أيضا من جانب آخر سيد صلاح، ما نلاحظه في المنطقة والإقليم من بؤر الصراع وانعكاسها على المنطقة والإقليم، سرعة الإعلان عن هذا الاتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي، هل يمثل قوة في مسألة التهدئة من هذه البؤر وعمل شراكة استراتيجية مع البعض حتى على المستوى الدولي والمجتمع الدولي؟
يعني وكلام هاي صحيح ان الدول الغربيه اليوم تريد ان تتحدث مع يعني كتله واحده، لا تريد ان تتحدث مع دول صغيره او منعزله عن بعض. لذلك قيام مجلس التعاون كان من ضمن اهدافه هو التحول من مرحله التعاون الى مرحله الاتحاد. الدول الكبرى اليوم تريد ان تتحدث مع كتله واحده من اجل تحقيق هذه المصالح.